شكرا للي يوصل لفطورة رغم كل شيء صعب. ولكل أم همها تغذي عيلتها بألذ فطور. شكرا لكل ذويق يحب يجرب لمسات جديدة. ولكل الأجيال اللي يقرمشوها بمزاج. وما ننسى أساتذة الصبر اللي كل همهم يشوفوا الأطفال مبسوطين. والأبطال اللي يشتغلوا بجهد حتى يوصلوا قرمشتنا لطاولة فطور كل واحد فيكم. شكرا على كل فطور مع نسلة كونتري كورنفليكس من 50 سنة للحين.